بالاضافه لتعليقك اخوي طارق كمل، حكومه بهذه الضعف، بهذه الرخاوه، بهذا التكيبه، هل اليوم باستطلاعات الراي لاول مره الاردنيون يقدمون مكافحه الفساد على اي مطلب؟ هذه الحكومه قادره ان تحارب الفساد؟ ثالث استطلاعات الراي كلها قالت محاربه الفساد. ثانيا بالمناسبه الفقر والبطاله. شوف انا بحكي مكافحة فساد، فقر وبطالة، كل هذا أمل وكل هذا توقع، لسه ما شفنا إشي على أرض الواقع. إحنا متأملين في هذا الرجل ومتأملين إنه يحكي على أي أساس؟ يعني لما تقول متأمل على إيش باني أملي؟ أنا متأمل على خبرتي فيه الشخصية ومعرفتي فيه الشخصية، أنا أحكي لك الصحيح، خبر يعني تعاملي معه وخبرتي فيه ومعرفتي فيه من هو سكان جبل ويبدو إحنا أطفال. أنا هذا الرجل شايفه رجل مميز ويستطيع أن يخرج منه إشي. هلأ أبو غانم حكى شغلتين بدي أختلف معهم فيهم. أول شيء ما بصير نجمع مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب، مجموعة من النواب، في مجموعة من النواب عنا مميزة جدا حكيم. في مجموعة من النواب يعني أنت بتسمع خطابات وبتشوف الطرح اللي بتطرحه. قلت لك في قامات وفي بعض صحيح. النواب في بعض النواب ضعف لأسباب اللي حكى عنها أبو غانم بالانتخاب وقانون الانتخاب وطريقة الانتخاب. الموضوع الثاني الأحزاب السياسية. إذا بدنا نحكي أحزاب سياسية نحكي بس عملنا قائمة الحزبية، طب ما نبني الحزب أول، نعمل حياة حزبية، نعمل بيئة حزبية. أنا إذا بدي أحزاب سياسية قوية اللي كانت محاربة من الأربعينات للتسعة وثمانين، هلأ حتى أرجع أبنيها بدي كمان 50 سنة. أنا بدي أبلش بالمدارس، بدي أبلش بالجامعات، بدي أبلش أنشئ جيل كامل عنده علم وعنده معرفة وعنده اطلاع على موضوع الأحزاب. أما أنت اليوم ابنك يروح على الجامعة بكرة أول ورقة بوقعوه عليه أتعهد أن لا أنتمي إلى حزب سياسي وأن لا أشارك في أي مظاهرة لليوم. طب كيف نحكي أحزاب سياسية؟ ما تضحك على بعض. اسمح لي أبو سامي، وأنا ابن هاي المرحلة، في الأحكام العرفية وفي قمع الحرية وفي كل الشغلات كانت الأحزاب أكثر قوة من مرحلة الديمقراطية. طيب معلش أنا بدي أحكي لك من الأربعينات للتسعة وثمانين وهي ممنوعة وكانت قوية. معلش كل الأحزاب اليسارية والقومية كانت محاربة صح ولا لا؟ وحزب الإخوان المسلمين كان مرخص ومسجل ويعمل براحته صح ولا لا؟ بالأخير طلع عنا حزبيين مميزين لكن بنسب ضئيلة وبعدد قليل. يعني أنت لما تحكي حزب اسم حزب موجود في كل مكان وحزب قوي وبتلاقي عنده هون مش مؤثر انتخابيا، طب شو استفدنا من الحزب؟ أنا بدي أبني جيل يخرج أحزاب سياسية قوية، جيل يكون عنده يتعلم بالمدرسة إنه الحزب شو بيسوي والحزب لوين بوصلك والحزب شو بيعمل. فإحنا هذا الموضوع مجلس نواب أنا برأيي في نسبة من النواب مميزين جدا، وبالنسبة للأحزاب السياسية مش شغلة بتنزل ببرشوت بكرة القانون الانتخابي الجاي بحط لهم مقاعد، لأنه جربنا الأحزاب السياسية نزلت في القانون الأخير وفي حتى مناطق جغرافية شكلوا من الأحزاب السياسية زي الزرقاء أحزاب اليسار والقومية وكذا اجتمعوا وعملوا قائمة واحدة وما نجح منهم ولا واحد. سؤال، هذه الحكومة قادمة